من الجزائر تنضم إلينا حدة حزام المحللة السياسية. سيدة حدة، قائد أركان الجيش الجزائري الفريق جايد صالح يثمن دور الوساطة، دور هيئة الوساطة، يعني هل ذلك أمر يدعم هيئة الوساطة والحوار أم ربما ينال منها؟ مساء الخير. في الحقيقة هو ليس الأول مرة يثمن دور هذه الهيئة، هذه ثاني مرة يتحدث عن عمل هذه الهيئة، وربما ينتظر منها أن تسرع بأداء مهمتها في أقرب الآجال، ويوجه أيضا الحوار ليكون فقط حول الرئاسيات، لتنظيم الرئاسيات، وحول اللجنة الوطنية التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية وعلى تنظيمها ومراقبتها. يعني هو ما زال وفيا يعني لموقفه السابق، وهو لا حديث إلا على رئاسيات، ولا حل للأزمة إلا بالذهاب إلى انتخاب رئيس جديد، وهو الذي يكون مخولا له حل كل الأمور العالقة في البلاد وكل المشاكل السياسية المطروحة من قبل الحراك ومن قبل الشارع الجزائري. نعم، ولكن سؤالي عن ذلك الخلاف بين رموز الحراك الجزائري وبين المؤسسة العسكرية. جايد صالح طالب أكثر من مرة بعدم وجود شروط مسبقة للحوار، بينما كانت هناك مطالب موجهة لهيئة الحوار والوساطة، وهنا سؤالي. نعم، هو قال لهيئة الحوار والوساطة لا أريد أن يكون الحوار فقط مركزا على الرئاسيات ولا شيء غير الرئاسيات. أما خصوم الهيئة المؤسسة العسكرية أو بعض الأصوات في الشارع التي تطالب بالذهاب إلى مرحلة انتقالية، فموقفه واضح، لأن هذه يعني طبقة أو هذا الجهة من الحراك تريد مرحلة انتقالية وتريد تعيين رئيس، وتتخوف من ذهاب إلى الصندوق، وتدعي أن الصندوق غير ديمقراطي، وبالتالي الرئيس الذي يأتي سيكون غير ديمقراطي، بينما تتناقض مع نفسها وتريد تعيين رئيس لمرحلة الانتقالية، وهذا ليس ديمقراطيا في شيء. كان هناك يعني مواقف غير إيجابية من رموز بالحراك الجزائري ضد هيئة الوساطة. الآن بعد هذه التصريحات التي يثمن فيها جايد صالح دور هيئة الوساطة، هل ستستمع لها آذان الحراك الجزائري؟ هل ستتغير نظرتها إلى هيئة الوساطة ودورها؟ نعم، بعض الحراك وليس كل الحراك يرفض الحوار. أنا شخصيا لما كنت في هيئة الوساطة استضفت الكثير من وجوه البارزة في الحراك والتي كانت رافضة للحوار، وقد قبلت الحوار ورجعت إلى ولايتها في المدن الداخلية، وهي تقود جلسات حوار على مستوى الولايات. هناك من يبقى سيرفض هذه الهيئة، لكن هناك يعني تراجع لهذا الرفض، وهناك إقبال كبير على هذه الهيئة. كل يوم تأتي أفواج كبيرة من شباب الحراك ومن من كانوا رافضين للحوار ومن الشخصيات الوطنية لتنقل رأيها وتنقل اقتراحاتها وتطرحها أمام الهيئة. شكرا لك حدة حزام المحللة السياسية، كنت معنا من الجزائر العاصمة.